حياكم الله من جديد في هلا بالعرفج. وصلنا معكم إلى فقرة مزايين الكتب، وقبل ما نستعرض الكتاب اليوم بنذكركم بالقواعد العرفجية الثلاث لكل كتاب، كل كتاب يستعرض معنا. القاعدة الأولى كما يقول الدكتور أحمد العرفج بأنه الدافع للقراءة هو دافع حياة بالدرجة الأولى، استنادا لمقولة العقاد أقرأ لأن حياة واحدة لا تكفي. الأمر الآخر أن كل ما يعرض من آراء للدكتور أحمد العرفج حول الكتاب تظل آراء شخصية، تقبل الصواب كما تقبل الخطأ. والسباعي يقول: ليس عليك أن يقتنع الناس برأيك، ولكن عليك أن تقول للناس ما تعتقد أنه حق. والقاعدة الثالثة أن عرض ملخص للكتاب أو جزئيات وأفكار الكتاب بصفة عامة لا تغني عن قراءته. هذه المرة معنا واحد من الكتب التي لم تكن فقط متميزة في حينها، ولكنها أثرت حتى فيما صدر بعدها من كتب في المجال ذاته، هو كتاب جدد حياتك للكاتب والمفكر الراحل محمد الغزالي. هذا الكتاب ظاهر أمامكم، وأعتقد الذين قرأوا هذا الكتاب يتفقون على أنه واحد من أثمن الكتب اللي صدرت في هذا المجال وفي هذا الاتجاه. دكتور الغزالي اليوم. يا سلام، أول شيء شكرا يا أخي، صرت تريحني والله، تقول الكلام الأركان وأنا إيش أستعد وأشرب شاهي. أول شيء أنه الشيخ محمد الغزالي رحمه الله كنت حظيظ أنا أني كنت ممن صلى عليه ودفنه في المدينة، لأنه أوصى دفن في المدينة. أيضا هو درس في جامعة أم القرى، ورجل أيضا خفيف الظل، وهو يقول سبحان الله، أنا في مصر يعتبروني متشدد وفي السعودية يعتبروني متساهل. على أساس أنه تعرف حتى المفكر سلمان العودة له كتاب اسمه حوار هادي مع الغزالي. طبعا في الاسم في أبو حامد الغزالي، على كلام الدكتور عدنان إبراهيم الله يذكره بالخير ونحييه، يقول أبو حامد الغزالي من غزال اللي هو غزل الصوف، هذا غزالي نسبة إلى غزال، فهي الغزالي الشيخ أبو حامد كما يقول الدكتور عدنان. أنا ما تحققت من المسألة بنفسي، لكن هو يقول اسمه الغزالي اللي هو غزال الصوف. نعم. وهذا الغزالي هذا واحد، لأن الناس تخلط ترى بين الاثنين. هم صحيح أنهم كلهم توجههم يميل للتصوف والجمال، لكن أبو حامد هذاك فيلسوف متقدم وله مراحل فكرية، المنقذ من الضلال، وله كتب في الفلسفة أكثر. الشيخ محمد الله يرحمه ويسكنه جنة النعيم قال إنه هو لما قرأ كتاب دال كارينجي اللي ترجمه دع القلق وابدأ الحياة، أيوة اللي ترجمه الشيخ عبد الأستاذ عبد المنعم الزيادي، وهذا رائد في الترجمة، رائد. أنا عندي الحمد لله الطبعة الأولى من الكتاب اللي ترجم ده، الآن في طبعات تجارية، لكن الترجمة الأصلية اللي ترجمها عبد المنعم، وهو أشار له في المقدمة هنا وشكره. هو حاول يركب لحية لكتاب دع القلق وابدأ الحياة من خلال جدد حياتك، وللأمانة كان أمين، يعني صراحة في ناس كثير سرقوا دال كارينجي ولا اعترفوا، هو في المقدمة قال أنا قرأتها وحاولت أشوف اللي استقرأه وأحطها بصيغة إسلامية. وكان الكتاب قائم على عنصرين، أنه كل الفلسفة البشرية تتفق مع الحضارة الإسلامية في التوجهات العامة بما يخص الفطرة وفيما يخص الأخلاق وفيما يخص معالجة القلق وإلى آخره. أيضا كان أمين وصادق أيضا مع نفسه الغزالي. لما كان صغير دخل مع جماعة الإخوان، وكان دخل إلى حد ما، وبعدين يقول حسيت أنها حركة سياسية وتقوم على قاعدة قم لأجلس مكانك، يعني أنه الإخوان المسلمين طلاب حكم، هذا في مذكراته قالها. كان صريح مع نفسه، لذلك أنا أحب الغزالي الله يرحمه، لأنه كان صادق وأيضا شجاع باعترافاته، شجاع. و لما تجي للكتاب بشكل عام، الكتاب طبعا طبع منه مئات الآلاف من الطبعات، طبعات مشكلة بشيء كذا، لكن الغزالي كان يشبعها بالقصص اللي يمارسها، قصص أدبيات. كان زي ما قلت لك أمين في النقل، أنه يقول هذه الفكرة، وهو تقريبا كل الكلام اللي قاله حطه على شكل فصول، مثلا ادعش في حدود يومك، يكاد يكون نفس الكلام اللي والأمانة في المقدمة لما أشار طبعا طلعت بعد جدد حياتك، طلع كتاب للشيخ عايض القرني لا تحزن، وطلع كتاب للشيخ محمد العريفي أيضا أظنه بهالعنوان، يعني بهالعنوان، لكن كلهم كانوا يستقون من دال كارينجي. هو دال كارينجي هو أبو التنمية البشرية الأول في موضوع التنمية البشرية، ما كانت الناس تعرفه. هو ألف كتابه دع القلق لأجل مدراء الشركات لا يعانوا من القلق، كل امثلته كانت تجارية.
لو حاولنا حبيبي نركز على 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 على, على الكتاب بشكل عام، هو أصل فكرة الفطرة السليمة من خلال أقوال الفلاسفة وربطها في الدين وأقوال الدين المنتشرة وروح الإسلام اللي تركز على. طبعا في عندنا مشكلة أنه أحيانا نقول الإسلام سبقهم، لا هم ما سبقوا الإسلام ولا الإسلام سبقهم، الأفكار المتحضرة والأفكار الصحيحة تلتقي. ترى أنت مثلا تشرب موية نظيفة زي ما الهندي يشرب موية، ترى الاثنين ما تعلمتوا من بعض، بالفطرة عرفتوا. فهو ما عجبني انه ما حاول يعني يتغزل بنفسه ويتغزل بحضارته العربيه ويقول لا احنا هذا عندنا بالتراث الاسلامي، لا هو التراث الاسلامي هو جزء من التراث البشري، وايضا الحقائق والفطره البشريه السليمه عند اليهودي وعند المسلم وعند المسيحي واحده الا اذا الانسان لعب في الاعدادات حقه الفطره. صحيح ترى هذا الكلام ابسطه لك بشكل نهائي، انت تتكلم على الفطره الربانيه واضح في الحديث، ما من مولود الا يدعى الفطره فابواه يعني ينحرف فيه. الفطرة أنك أنت تسوي الأشياء بفطرتك بدون تدخل أجنب، بدون تدخل من الخارج عليك. اللي عجبني فقط أنه هو ما حاول يعني يقول أن ذولا أخذوا من الإسلام، لا هو قال أنهم التقوا مع الإسلام والفكر البشري السليم النقي يتلاقى في النهاية يتقاطع مع بعضه. يعني لو رحت المسيحية برضو الزنا حرام زي ما هي في الإسلام حرام، ما نقول ذولا أخذوا من ذولا لأنه كل التصرف خطأ هنا وهنا. أيضا له مقولات شجاعة، مثلا من ضمن المقولات يقول بعد نصف قرن من العمل بالدعوة اكتشفت أن المسلمين ضروا الإسلام أكثر مما ضره أعداؤه. نعم، من مثلا خلينا نقول واحد يسوي حماقة ويفجر، هذا ضر كثير، نسف جهود دعاة لمئات السنين، نسفه في في في, في فعل أرعن اجتهد فيه، هو اجتهد هو يعتقد أنه هو خدم الدين بينما هو ما خدمه. أيضا دائما يركز على أنه تقرن العمل بالإيمان والإيمان بالعمل، وقال كل آيات القرآن الكريم الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يكفي، لأنه جبران يقول 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 العالم كله يضيع بين واحد عنده فكرة ولا نفذها أو واحد ينفذ ولا عنده فكرة. شفت الفكرة؟ يعني لازم تكون خط متوازي، أنك أنت عندك فكرة وتنفذها ولا أنت تقعد الحين شوف أصحابك تقعد معهم ولا أكثر منهم تنظير، لو تسوون لو تحطون لو هو لو تقول له بس سوي لي فكرة برنامج ما يقدر. أنا دائما والله يا أبو ارتحت، واحد يقول لي ليه ما تكتب عن موضوع الفلاني، قلت له اكتب لي رسالة حط فيها العناصر وأنا أنشرها، يلا على طول يهرب، لأن الناس تحب الاقتراحات، شهوة اقتراحات سهلة. لكن لما تروح أنت في الميدان، الحج الطنطاوي الله يرحمه يقول ألفت 6 كتب عن الحج لكن يوم حجيت عرفت أنه فرق عن التعريف، فرق كبير. أيضا من الجماليات في الكتاب هذا أنه يعطيك حلول منطقية للقلق، وأن القلق ظاهرة عالمية ما هي مرتبطة بمسلم أو مرتبطة بديانة. أيضا قال الإسلام لا يحتكره طائفة ولا فئة، الإسلام هو فكرة لأي شخص يبحث عن العلم يتوغل في العلم من حقه، إذا كنت تملك الأدلة تملك القرائن تملك أصول الفقه تعرف، ولا ما يعني ما في احتكار، هذا بالتوغل في التخصص. لكن هو كدين فطرة. الأعرابي كان يجي عند الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له علمني الإسلام، يقول له 1 2 3 كذا، يقول هل أزيد عليها؟ قال لا إلا أن تطوع. قال أفلح إن صدق، شوف الفلاح، أفلح أعلى من النجاح، أفلح إن صدق، هو بسيط كدين. لكن عاد لما تدخل في التخصص توزيع المواريث استنباط الأحكام هذه تحتاج إلى متخصصين ومتقدمين في التخصص. الحقيقة زي ما قلت لك إن الكتاب مهما قلت عنه لازم الواحد يقرأه، وبالمناسبة الكتاب ملخص صوتيا للناس الكسالى، موجود في حسابي في تويتر حطيت الرابط، وأنت تسمعه المرأة وهي في تطبخ في المطبخ تسمعه، يعني ميسر العلم الآن ميسر. شوف السابق أتذكر الكتاب شحيح والقراء كثر، الآن الكتب كثيرة والقراء شحيحون والقراء قلة. هذه إضاءات واسعة وكافية وشافية عن كتاب جدد حياتك، ولكن مثل ما قال الدكتور ونرجع نقول إنها لا تغني عن قراءته بكل تأكيد.